قال معاذ بن جبل سبحان الله، والله إن الخير كل الخير في الشرع لمن أراد أن يقبل على الشرع. قال معاذ بن جبل كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، قال إن من ورائكم فتنا. معاذ يحدث أصحابه ونستفيد نحن، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. الناس يريدون المال وهو محبوب لدى الإنسان، لكن إذا لم يأتك المال من طريق محبوب شرعي مرضي عند الله فلا خير فيه. قال إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، هذه جملة، أريد الجملة التي بعدها، ويفتح فيه القرآن، يعني يصبح الناس كل إنسان يقول أنا عالم، ويفتح القرآن للناس فيأخذه الرجل والمرأة والصغير والكبير فيقول قائل تعلمت القرآن ولم يتبعني أحد، تعلمت القرآن ولم يتبعني أحد. انظر إلى صفحات وسائل التواصل، أهل العلم الذين عندهم العلم بالدليل الشرعي كم المتابعون، أما غيرهم فاحكموا. فيقول تعلمت القرآن ولم يتبعني أحد، وإنهم لن يتبعوني حتى أبتدع لهم بدعة. فقال معاذ إياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. قال وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يلقي على لسانه كلمة الضلالة. فقالوا له رضي الله عنه، قالوا كيف؟ قال يلقي على، قال إياكم والمشتهرات من كلامه، وفي رواية المشبهات في كلامه، ولا يثنينكم ذلك عنه فلعله أن يراجع، يعني يتراجع. قالوا كيف نعرف، كيف نعرف الحق من الباطل؟ قال رضي الله عنه فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا،